عينك يا تمانسي عرقان كده ليه؟ انت بتتفرج على ايه يا اخويا؟ يا بنت حرام مصفي، تعالي يا ارواح اتفرجي معايا على توم وجيري. توم وجيري؟ طب ما تجيب لنا كرتون. ما انا كل ما بدعي عليكي ربنا بيستجيب، يعني هتبقي وحشه اكتر من كده ايه؟ اسكتي يا ارواح. عارفه ان توم وجيري دول شخصيات تاريخيه حقيقيه لا تمت للواقع بصله من وحي الخيال وغير موضوعي وغير محايد؟ هي دي الحاجات الواحد يتفرج عليها، مش الحاجات اللي العيال بتاعت اليومين دول بيتفرجوا عليها. الواحد بيهتم بالحاجات اللي الولاد بيتفرجوا عليها دلوقتي دي كرتون؟ يا شيخه بلاش قرف، ده احنا على ايامنا كان الكرتون ده اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه تفرح.